القرآن الكريم يحتوي على كليات تتكفل سعادة الإنسان بنحو كلي. لا تظلمون ولا تظلمون قاعدة كلية، ولكن ما هي مصادق الظلم والعدل؟ العقل في كثير من الأحيان يقول ما أدري. الآن عقلاء العالم، البرلمانات، المجالس التشريعية الموجودة في العالم، شوفوا كل يعيشون حالة تناقض. كل المجالس التشريعية العالمية متناقض. المجلس التشريعي الواحد يقرر قانون ثم ينقض القانون، ثم يعود إلى القانون الأول ثم ينقض ذلك القانون. حالة تبدل. يخرجون قانون، يقررون قانون، بعدين يشوفون أي مشاكل أثارها هذا القانون يبدلون القانون. تكملة يخلون إليه، توضيح يخلون إليه، ثم يجدون أنه مو كافي. القرآن الكريم يبين كليات، يبين مجملات. ما هو النظام السياسي؟ أكو في القرآن الكريم، لكن على نحو الإجمال. الآن ألوف الأسئلة توجد في عالم السياسة. القرآن الكريم يحتوي الأجوبة كلها على نحو الإجمال. النظام الاقتصادي العالمي الآن يطرح عليكم ألوف الأسئلة الاقتصادية. القرآن الكريم يحتوي على نظام اقتصادي، ولكن يحتوي على كليات. من الذي يجيب على هذه الأسئلة؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كما نعلم الفترة المكية كان مضغوط فيها إلى أبعد الحدود، تشريعات ما كانت بذاك الشكل في المرحلة المكية 13 عام، 10 أعوام المرحلة المدنية فيها أكثر من 80 حرب أو غزوة أو شبههما، ما كان مجال. فمن هو المبين؟ من هو الموضح؟ من هو الذي يجيب على تساؤلات الأمة؟ من هو الذي يجيب على تساؤلات التاريخ؟ من الذي يجيب على التساؤلات السياسية؟ من الذي يجيب على التساؤلات الاقتصادية؟ من الذي يجيب على التساؤلات الاجتماعية؟ من الذي يجيب على التساؤلات العقائدية؟ من الذي يجيب على التساؤلات الاجتماعية؟ الإمام بعد النبي الغدير قام بهذه المهمة، تعيين المرجعية للأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وحديث الثقلين المذكور في صحيح مسلم، حديث الثقلين يشير إلى هذا المعنى، كتاب الله وعترتي، الآن تسمعون من الراديوات وسنتي في صحيح مسلم يقول وعترتي.